لو يسمع صاف دموع الغيم يا قلب لا تدمع. كفي ألوحها أدري ولا أدري هل أنتظر حلمي يا روح لو ترجع. صاخبة ما أجمل الأرواح تواقة تلمع. درب أسير على أطرافه ألما تنسل روحي من أصابعي تدمع. العشق لو يسمع صاف دموع الغيم يا قلب لا تدمع. كفي ألوحها أدري ولا أدري هل أنتظر حلمي يا روح لو ترجع. الو الو مرحبا ابو راتب، انا بدريه. اهلين بدريه، توقعت انه انت. الجميع بخير، انت شلونك؟ لا والله ما في شيء، بس حبيت اطمن عليكي. هذا رقمك؟ ايه هذا رقمي، بس طمني امي واخي فيهم شيء؟ اكيد اكيد. طيب شلون عرفت بيتي؟ خلص ماشي يلا. ايه عم بستنى تليفونك. Thank you.
يعني نحن بدنا نحاكم البنت وبدنا نحكم عليها، ما هي تحاكمت وقضت محكوميتها وانتهى الموضوع خلصته. معك حق، بس أخي كريم ما بيحب المشاكل. بعدين أنت ليش لحتى تعطيها رقم تليفوننا؟ بيقول المثل بعيد عن الشر وغني له. سمعت صار سمعت هذا روح الكلام. يعني رأيكم أنه كلنا لازم نتخلى عنها؟ لا حبيبي، مو هذا القصد. الله يقدرك على فعل الخير. دي بالك ها بابا شو عليه؟ الله يقويك وتحسن تعمل لها شيء. أكيد ظروفها لهالبنت كتير قاسية. الله يعين أمه. والله خبطين على الراس مو قلال. ما بيكفيها بلوتها ببدر. والله يا أخي أنت ما في منك اللي حويانه عندك. حسن يا أختي حسن لله. ما بدك بعد لك يا عاونك بالتعزير؟ بلا. لا خالو لا. ليش لا يجي؟ وليش لا؟ شو عم اشتغل ببلاش؟ كل ما بيجي بعطيه اللي فيه النصيب. يعني قديش بتعطيه؟ 500. 500؟ لكو كتير؟ اه صحيح. على سيرة التعزيل، هدول الكراكيب والاغراض والكتب اللي حاططن على سقيفة، امتى بدك تصرفهم؟ هو مو مشان شي، بس خايفة يطف عليهم خزان المي ونخسرهم. طيب طيب ان شاء الله بكره بصرف لك اياهم، الكتب والدفاتر وكل شيء، ونظف لك السقيفه كمان. دايما كول صار يقول ما اكل، والله اكل كوثر ما بينشبع منه. صحتين وهنا. ماما لا تتفلسفي، فلتت مني من غير قصد. رايحه اشوفه. شلون شغلك خالو؟ من الله منيح خالي. ضب أجرك لك خالو، وعك تفرط فيه. كل ما بشوفك بلاقيك بحلات جديد، لكتر اللبس خسارة. أمرك خالي، كلامك جواهر، صحة. ناوزي لأبوه، أنا خصوصي حكيت معه هيك، بدي إياه يتعلم الإدارة. لك وانت ضب ايدك لشو كله هاد حرام لك حرام خاف يا الله. خلينا نعيش لك اخي، ابوك الله يرحمه لا تمتع ولا خلانا نتمتع بماله. قول قول حبيبي قول. لك هالقرشين اللي ضبن ابوك ورديهن انت تمتعي ليك هيك عم تتمتعي. وانت كمان تمتع. لا شو عم تضب؟ روح اتجوز بقى وجيب لك ولد. لك انا اتجوز؟ انا اجيب واحد على بيتي يوم بدي فصلان يوم بدي سكربيني لك، ويوم تعزم لي اخوها وتعمل له اشكال والوان اي والله رح اجلس. بابا لا تاكلي همي، خلص انا مبسوط وما لي زعلان من حدا ابدا. انا بس زعلان من حالي، كان أول مرة كتبت فيها قصة وعطيتها للناشر وما عجبته، كان لازم أوقف وبطل كتابي وخلصتها. شو بدي بهالشغلة هي؟ يا سلام، ليش لحتى تزعل من حالك؟ مو أنت عملت كل شي بتحبه ومآمن فيه. بابا بتعرف قديش أنا رافع راسي فيك. بابا بجوز زمان ما كنت أقدر أفهم كل شي بتكتبه، بس من فترة قريبة حاسة إني عن جد بديت أفهم وحس. ليش بابا؟ صاير معك شيء؟ هذا الكلام خوفني. ها لا تخاف بابا. منى ما بعرف شو بني، يمكن انا صاير عاطفيه شوي، كمان صاير عاطفيه مثلك. لا بابا انت عاطفيه هلا لانك حامل، بكره بس تولدي لا بدك تصيري عاطفيه اكثر. طبعا بابا. اهم شيء استاذ رياض لا تزعلنا من ست كوثر، طول بالك عليها لان هي ما بتقصد شيء. ايه حاضر بابا. تصبح على خير. انت بخير حبيبي. We'll be right back.
ماما ما معطي ماما ما معطي برد عليك هون برد ماما برد ماما ما معطي برني انت زعلان زعلان انا ليش تخبرني تركيني يا شوفي شبك حبيبي هلا خلص جيبي له جاكيت سميك والله برد عليه هون حبيبتي خلينا نسير ماشي يلا بابا يلا بطل نفس المعنى يلا ايوه تعليق في حالك شوي ترى في حالك بطل بطل ما تزعلني على بالك بطل الله يرضى عليك الله يرضى عليك يا حبيب الله يرضى عليك لا تزعل ايه لو رادت غيس على التليفون قولي كانت صارت مصيبة مطنطنة اسكتي اسكتي انت فصلتي من هون وانا فهمت كل شيء مترددت على موبايل غيس اول ما شفت رقم بيتكم وليه سلالة انتوا وين كنتوا كنا قاعدين انا وبنت خالتي وطارق وغيس كافيتيريا الحمد لله اللي مرقت على هيك يا امي لو رادت غيس وليش شو كان عمل فيني ابي كان ضل يقتلني ضل يقتلني لحتى حكيت كل شيء لينا مشان الله انا ما عاد بدي اشوفه لغيس عن جد عم تحكي ايه عن جد عم بحكي وبتقولي له لطارق يقول له لغيس انه صفاء ما عاد بتشوفك بنور لك خلص شبكي مرقت القصه بعدين يا جد بهلا الشك صار فيكي اقل بالله شو ايه بلا شك بلا بطيخ ما دخلني خلص تصطفلي يلا امشي انا رح اقول له لطارق يلا مرحبا بدرية ايه ابو راتب الحمد لله كيفك انتي بدرية حابب شوفك اذا ما عندك مانع في كلمتين بدي لك ياهم ايه ماشي كتر خيرك امتى هلا انت قولي وانا مو فارق معي بنوب ايه بعرفها بعرفها منيح بعرفها ايه الله معك مع السلامة الله معك ايه اخي هات اعطيني ورقه الارقام اللي بدي اشوف عليها اعطيتك اياها شو الحكي وحطيت الورقه بشنتايتك لك ايه والله السلام عليكم وعليكم السلام كيف همونا اليوم منيحه تعرف اشتقت لها كثير تعودت انه تكون عندنا هون في البيت يا ريت ترجع البيت بلاها مو حلو هاليومين ماما هاليومين ان شاء الله انا مستعجل لازم امشي بدك شيء ابدا كنت بسألك شو بتحب اطبخ لك اليوم؟ اي شيء ماما اي شيء يلا بخاطرك شرفتي بي وهي المصاري مبروك عمي ان شاء الله قايت الرزق الله يبارك فيكم بس لو سمحتوا استعجلونا بالمعامله شوي لا تاكل هم يا قلبي انت ابو صفوان مستعجل اكثر مني ومنك بده يقبض كوميسيونه قليل 1% شو امرت سيد كريم شو امرت روي روي خلينا ننهي شغله الزلمه بالاول اخي اعطي له الشب حلوان البيعه خليه يدعي له ادعي له عمي بدر ادعي له على عيني وراسي تفضل عمي شبرق فيها بركة بركة هذا بركة إن شاء الله آية الرزق بالتوفيق إن شاء الله الله يوفقكم يا رب يلا سيدي بالإذن الله معك السلام عليكم وعليكم ورحمة السلام وبركاته إيه سيدي
وهلا شو المطلوب مني؟ هات ناولنا حصتنا من الرعبون. اشو راح باكلهم عليه؟ امسك لي هالآلة الحاسبة واحسب لي قديش بيطلع 1%. سيد كريم 1.5. ونص سيدي لا تزعل. بدر هلا بدي حط هالكيس معك بالصق، لا تعمل لي مشاكل. بعرف. بدك تحمله 5 مليون؟ ايه، وان كنت ابن مرة بتاخذهم منه بتراهن على الكوميسيون انك ما بتقدر تفتح السك وتاخذهم منه. لا عمي انت بتحسبها صح، هات ناولنا. يا الله. هلا انت يا بتقرا بتتركني اسفن لحالي يا مطموس محاربني. رياض. نعم يا رياض. نعم يا رياض. نعم يا رياض. شبك ماما شبك، تعي فوتي. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير بابا. ليش هيك عيونك؟ شو ما في شيء فايق منه. لا تكوني عم تكتري ملح بالأكل. شو دخل الملح؟ أنت شو بفهمك بهيك شغلة؟ أمي عم تروحي على الدكتور؟ إيه عم روح. ماما في ناس جداد سكنوا بالبيت اللي قبالنا بيت جبري، مين هدول؟ هذا أبو مجدي ومرته وابنه. إيه شفت ابنه يا حرام؟ شفته وقعدت معه، الله يشفي لهم يا. شو ماما؟ شو بتحبي اطبخ لك اليوم؟ يعني بتجيها شيء اكل هيك ساوي لك اياها؟ لا انا ما رح روح انا وعباله لانه معزومين على الغداء. هي علينا على هالزياره، نصها مع جوزك ونصها نايمه. ماما تاني مره لما بدك تجي لعنا تجي لعنا، ما بترتبطي بحدا؟ بابا يعني هاد الشاب يعني تقريبا قديش عمره؟ والله يا بابا يعني تقريبا شي 20 سنة. لوين؟ بدي روح اتسطح لبين ما يجي موعدي مع عبادة. بنتك مو عاجبتني بنوب، لتكون متخانقة هي وعبادة، لأنه هو صاير بياخدها من على الباب وبيرجعها على الباب وما عم يرضى يفوت بنوب. لا شوفي قصة متخانقين ما بظن، بس تعرفي كوثر امبارح كنت قاعد عم بحكي انا وياها، فجاه حسيتك انه ما بعرف هيك مو طبيعيه، مو منى اللي نعرفها يعني. عاده منى بتضحك بتمزح بتحكي، ما بعرف يعني انا حسيت انه ما بعرف كيف، بس انت هلا الكلام اللي عم تحكي اكدت لي هذا الشيء. اي حشوف انشغل بالي. لا لا عادي خليها ترتاح شوي، المساء بقعد انا وياها شوي بحاول افهم منها. ليلي الأستاذ ابنك امتى شرف امبارح؟ مثل العادة. مثل العادة يا عيني. صاير شيء؟ انا من امبارح كثير قلقانه. والله ما في شيء، بس انا هيك حبيت اطمن عليكي. عادي عادي بدري عادي عادي. شلونك بدري؟ والله ما بتروحي من بالي. الله لا يوفقه لفايز، صدقيني ما كنت مفكره هيك. يعني انا من جهتي انت يا بدريه يعني صدقيني لهلا يعني ما عم صدق اللي صار. شو بدي احكي ولا عارفان، حسبي الله ونعم الوكيل. لك ليش يا بدريه ليش؟ شفتك لما اجيتي على البيت. وانا شفتك وانا كثير فرحت لما شفتك، قلت اكيد ما عاد بدها ممشى لفايز مو هيك؟
أكيد. عن جد؟ كيفه بدر؟ ما عدتوا زرتونا ما هيك؟ شو بدك مني أبو راتب؟ أنا يعني أنت بتعرفي يا بدرية أنه أنا لا تحمل حالك ذنبي أبو راتب، أنا اللي عملت بإيدي. ما بصدق بنوب، أكيد غدرك ولعب عليكي. لا إله إلا الله، غدرك مو هيك؟ غدرك ولا ما غدرك؟ أكيد غدرك. غدرني بس أنا ساعدته، يعني أنا كنت مجنونة هو استغل جناني. هذا بدك يا مني أبو راتب؟ أعوذ بالله، أنا شو بدي منك يا بنت الحلال؟ ما بدي منك شيء، أنا بس بدي أعرف عنك كل شيء، بدي أطمن عليك، بدي أعمل لك شيء، بدي أوقف معك، بدي إياكي ترجعي مثل الأول وأحسن. يلا حبيبي إيد الثانية. لك يسلم لي، يسلم لي هالشاب الحلو، بجنن اللي لشوفه. شو رأيك؟ أنا أوفى بابا. ويوفقك أنت كمان حبيبي. شو هاد، شو هاد يا علاء، شو هالروايح؟ أحلى علاء. يا حبيبي أنت فعلا أحلى علاء. حكيتي مع الدكتور؟ حكيت معه وقال لي إنه نمر على المستشفى بالأول نعمل له تخطيط قلب لأنه الجهاز عنده معطل. ماشي الحال، خلينا نتوكل على الله. بابا في أمبي بابا؟ لا وحياة عينك أبري ما في، بس يطمن عليك الدكتور. بابا بدي روح مسبح بابا. لك من عيني هاي قبل هاي، بس خلصنا الدكتور منروع على المسبح. وهي ماما حضرت لك الشنطة. ماما أنت فخمة ماما. تعبر قلبي إن شاء الله. إيه أمرك. عبادة شو جبتني لهون وأصريت إنه في شيء مهم بدك تحكي معي وما بدك حدا يسمعه وقعد ساكت، شو صاير حبيبتي؟ متغدى ومحكي ولا مالك جوعانة؟ لا بصراحة إذا في حديث مهم خلينا نحكي بالأول وبعدين نتغدى. لو سمحت إذا بتريد تفضل يا سعد. شو بتحبوا تتغدوا؟ بدنا نأجل الغداء شوي، جيب لنا شيء نشربه. شو تشربين؟ بشرب قهوة. أعطينا اثنين سادة. تكرم أنا أستاذ. شكرا. شو عبارة؟ حبيبتي منى بدي إياكي تسمعيني منيح وتفكري كثير بالشيء اللي عم أقول لك. خلينا نفترض بأنه لا سمح الله طلع حكي الدكاترة مزبوط، نحن لازم نتصرف قبل ما يفوت الأوان وأنا لقيت الحل. شو الحل اللي مخليك متلبك هيك؟ منى أنت لازم تسقطي. شو؟ لا ما عم صدقك. شو قلت؟ سقط؟ بدك ياني سقط؟ لك شو بك أنت جنيت؟ منى طولي بالك واهدي شوي. شو اهدى؟ ما بدي اهدى. شو عم تطلب مني أنت؟ أنا ما عم صدق إنك عم تطلب مني هيك طلب. بدك ياني سقط؟ هذا الحل الوحيد منى. لا 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 هذا مانو الحل الوحيد. بعدين القصة لسه ما انحسمت. حتى لو في أمل واحد بالألف أنا بدي استنى نتيجة التحليل، بدي استناهم. بوس ايدك اهدي شوي، نحن مالنا قاعدين بالبيت، قاعدين بمطعم وفي ناس حوالينا. شو بك منى؟ شو صار لك؟ انا جبتك لهون لحتى نحكي بالعقل. لك هذا الحكي ما بده عقل، لك هذا قلب. بعدين انت شو؟ حتى انا ما فكرت فيني. لك ممكن يكون في علي خطر. هذا الحكي مو انا اللي بقرره، الاطباء هن اللي بيقرروا اذا في خطر ولا لا، وانا مستحيل اعمل هذا الشيء لحالي هيك. ايه واذا اخطأ وخلص انا بموت لحتى انت ترتاح. هيك ما رح يمشي الحال، ما رح نحسن نتفاهم. ايه فعلا نحن يبدو ما رح نحسن نتفاهم. اعطيني فرصة اشرح لك وجهة نظري منى، ولا مصرة انك تورجي العالم علينا؟ ايه فعلا عيب نورجي العالم علينا. خلص تفضل اشرح وجهة نظرك. الظاهر انا غلطت انه اجينا لهون لحتى نحكي بالعقل قال يعني. خلص خلينا نتغدى ونحكي بالبيت. ما بدي اتغدى. اهدي حبيبتي اهدي شوي. اذا بتريد
تفضل استاذ. الغينا القهوه بالله وخلينا نتغدى مثل ما بتحب. شو حابه تاكلي؟ ما بدي اكل. اطلب انت، انا رح استناك بالسياره. خلص والحقني. خيو لازم اخسر، احنا مضطرين نمشي. الغينا القهوه. في شيء زعجه بالمطعم استاذ؟ لا لا ما في شيء، يعطيك العافيه. هي وشو ناوي تعملي يا بدريه؟ بدي ادور على شغل. لا صحيح الشغل مو بالسهل التقى، بس انا رح ساعدك اكيد ان شاء الله. يكفيني هالكلمه وسؤالك عني. خدي مسكي هدول، هن مو محرزين بس يعني بحصد بنسوت جره. يسلم ابو راتب، مو لازمني معي. منين معي؟ من نسرين بنت عمي. خدي هدول كمان، خدي بين ما الله يفرجها. خدي ابو راتب، اذا لزمني عن جد بقول لك شكرا. لكان اذا لزمك بتقولي لي، لا تستحي مني بنوبه، الله يرضى عليكي. بس ويني؟ ما راح اتركك لحتى تلاقي شغل، بدي اياكي توقفي على اجريكي. كتر خيرك. وكل يوم بدي اتصل فيكي واطمن عليكي. امتى ما بدك ابو راتب؟ كيفون صفاء ووجيها وراتب؟ بخير الحمد لله، ويدعو بسلامتك. اشتقت لهم. يمكن راتب صار شب، ما هيك؟ ايه والله البركه صار شب، حابه تشوفي؟ ان شاء الله ان شاء الله. اهلا وسهلا. يلا مو هالايام، اكيد مشغول بمدرسته. كتر خيرك ابو راتب انك سالت عني. وين وين وين؟ في معي سياره. ها وين بتحبي وصلك لوصلك؟ لا تعذب حالك. اصحك، ها كلمتي انا بتمشي ولا كلمه بتحكيها؟ لما نسيتي لما كنتي فصعونه؟ ايه؟ لهلا بتموت. تفضلي. ناولي هالسرك. سرك؟ ايه هذا السرك ناولني يا فهمنا. السرك تبعك تضرب انت وياه، بس المصاري اللي فيه تبعي ناولني يا. طيب طيب طيب، اهدى اهدى اهدى، مثل ما بدك يا قلبي. رح اعطيك سكره. شو قلت؟ حمرا. ايه مو تكرم عينك، وهي حمرة. يلا اعطيني اياهم. هلا اذا اعطيتك هالخمس ملايين ما بتعطيني السك عوضه؟ رباحي بدرية. تضرب انت وبدرية. بدرية حباب. هات لشوف شو عطاك الزلمة حلوة. يا عيني عليك يا عيني عليك، انت دايلي حباب. اطلع على شغلك يا قلبي انت. صلح صلح قد ما بدك. يلا حبيبي يلا صلح تكتب. طمنتي أهلا خانم. هاي علاء ممتاز والحمد لله. الحمد لله، بس ما تحسن ورح يضل طول عمره مريض قلب. أهلا حبيبتي، هاي الدكتور طمنا والحمد لله وصحته أحسن مني ومني. طول عمرك جبل يا أسعد. أمي جبل أسعد جبل أسعد. يا بر قلبي أسعد، أنا لازم روح على البيت وأنتوا روحوا على المسبح خدوا راحتكم. لكن ناخذ لك سيارة ونأمن عليك بالأول. يلا تعال.
شو كل هالشي منا؟ أنا يلي حكيته لمصلحتنا نحن الاثنين. مصلحتنا؟ مشان مصلحتنا بنقتل ابننا بإيدنا؟ أنت ليش عم تسوي قتل؟ ليش؟ لأنه روح، لك روح حاسة فيه عم تحرك جواتي لحمي ودمي وأنت بدك تقتله. بوس إيدك، بوس رجلك، لا تسميه قتل. إذا ما كان قتل شو اسمه لك كان؟ إذا ما كان قتل ليش ما بدك حدا يدرى؟ وبعدها أنت من شو خايف؟ أنا مالي خايف. أنا مالي خايف من حدا، بس ما بدي حدا يتدخل بأمورنا. ليش؟ مشان ما حدا يرفض معنا؟ هذا القرار مو من حق حدا غيري. وأنا ما بسمح لحدا بالدنيا يتدخل فيه حتى لو كانت أمي، عم تفهمي علي؟ لك وأنا؟ أنت وأنا؟ أنا كمان ما من حقي يتدخل فيه، ما من حقي يدافع عن ابني اللي بدك تقتله. اختاري ألفاظك منيح منى. حاجة تقولي دوافع وقتل وما بعرف شو. هذا اللي جايينه مصيبة. مصيبة على حياتنا وعلى مستقبلنا، طلعي بحد اللي صار. ليل نهار ونهارنا ليل؟ من يوم ما عرفنا وركبنا الهم وهذا لسه ما إجا. قدرنا. لا مو قدرنا. طالما فينا نغيره مو قدرنا. لكن ليش في علم؟ ليش في طب؟ مشان نحط إيدنا على خدنا ونقول هذا قدرنا هيك ببساطة؟ نحن اللي بنحدد قدرنا بإيدنا مو نحن. كمان إذا بتنزليه قدرنا مو هيك؟ منى حبيبتي يا روحي اللي عم قوله أنا ما رح يصير بهالدقيقة حبيبتي فكري منيح وكوني منطقية إذا نزلنا أحسن له قبل ما يكون لنا ليش لا يعيش مريض؟ لأنه إرادة الله إرادة الله الله بيطعمنا غيره إن شاء الله بيكون سليم وما في شيء ليش حياتنا مبسوطين ليش ندمر حياتنا؟ أنا ما بدي غيره هذا ابني لسه ما شفتيه شفته حكي حكي عم بحلم فيه بالليل حرام هذا الحكي هذا المبالغة اللي عم تحكي فيها حرام بكره رح تندمي علي أنا ما رح أندم على شيء هي فكري أنا ما رح أسوي شيء غصبا عنك لك يا حب هذا خلاص 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 لا تحكي رح أسوي اللي بدك إياه هذا القرار انت لازم تاخديه اذا ما اخذتي انا شو طالع بايدي اعمل ولا شيء وعديني انك تفكري صعب صعب بطل. لا مو صعب مو صعب انت هلا ملك حسناني تفكري متوتره وملك حسناني تفكري فكري فكري بهدوء فكري بحياتنا كيف رح بتصير جحيم فكري فيه إله فكري بابننا اللي رفقاته بكره رح يتمسخروا عليه بالمدرسه فكري كيف رح بيكون محتاج لمساعده حتى اذا بده يقطع الشعر خلص 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 روح لعند دير واحد دير هو ان شاء الله
وين ماما؟ ها هاي ماما حبيبي. انت هاي ماما تعال شوف. طمني ان شاء الله انبسطت اليوم. ودي ماما مين قدك يا باشا؟ دللي دللي لشوف. ليش في احلى واغلى من علوتي؟ انت بفخامة امي. يا حبيبي لو تشوفي الاستاذ شو عمل بالمسبح. شو عمل؟ اسمه رفقاتي. لا شو هالحكي؟ سابق رفقاته وربح هو. تعا تقبرني. تعا لغير لك اواعيك وعشيك. ايوه يلا. يا رب. لا ما في شيء، بس غيري قلبي عليكم. منى قالت لي انكم راجعين لعنا. شو ما انكم جايين؟ خير ان شاء الله. الله معك. نعم خير. شو قال؟ مثل ما سمعت. ما سمعت شيء. انا سمعتك انت عم تحكي، ما سمعته وانا عم اسالك. ايه على مهلك. شو صار لك؟ قال هن وراجعين من مشوارهم لقوا حالهم صاروا قرابة من البيت، كسلنوا يجوا لعنا. هلا نحن مو بهي. عبادة متناشف معي كثير على التليفون، ما له بالعاده يحكي معي هيك. يا ستي ابصر بجوز يكون تعبان. لا والله الشغله فيها انها بنتك وهي عنا كانت مانا رايقه بنوب، وهو طول الوقت رايح جاي سري مري عم ياخذها وما عم يرضى يفوت. سري مري سري مري فلقتينا فيها هي. يا كوثر يا حبيبتي، بين المرأة والرجال بيصير مشاكل دائما. على فرض يا ستي، على فرض بأنه هي حردانة. شوفي أنا كلمة حردانة ما بحبها، ولا بحب المرأة تحرد أساسا، لكن على فرض أنه هي زعلانة وقاعدة عنا بالبيت وهلأ راحت على البيت، خلصنا معنا تصالحوا. أنا شو دخلني لحتى يتفشش فيني؟ شو عاملت له؟ لوين يا مهوي؟ شايفتك لابس. شلون لابقين لي ما؟ شو قصتك انت؟ تطلع من البيت لما العالم تنضب ببيوتها؟ لك يا امي هدول مو عالم، هدول جاج. انت قلت الحكي معك بيكون احسن. فعلا وين عم تروح انت كل يوم؟ صار لازم لك تنضب. شوف من بكره انا رايحه ادور لك على بنت اخطب لك اياها. طيب انا موافق، بس عندي شروطه. هات لنشوف شو هي شروطك. امي لازم يكون عندها بيت وسياره ومصاري مشان تصرف علي وتسددني. امي في حدا قبلي قال لك انك غليظ ومالك طعمه؟ غليظ ومالي طعمه؟ لا والله. معناتها هالعالم صايره ما عم بتطص. الله يسامحك يا امي.
تفضل ابو راتب. شو ابو راتب وين رايح؟ ما بدك تفطر؟ افتح حسك امي، افتح حسك. هي اكلاتك ان شاء الله الف صحه والف انا. حزير اليوم شو بدي اجيب لك معي؟ بعرف. لا ما بتعرف. بدي اجيب لك معي صفيحه. بعرف. بتحب هالاكله ما هيك؟ خير، مين بده يجينا بهالوقت؟ تعا تقبرني تعا. خير يا طير. يكون على السلام وبركاته. الله معك عمي بدر. خير يا ابو راتب. في خبر حابب اقول لك اياه. أقول. بس مو على الباب يا ام بدر، مو على الباب. خير. شفت لك بدريه. لا تجيب لي سيرة هالمغضوبة. صلي على محمد يا بنت الحلال، حمدي ربك واشكريه، المخلوقة تابت. ها هي تابت وانت جاي تكفر عن ذنبك. أنا ذنب يا أم بدر، أنا ذنب. بعدين انت شو طلع بيدك تساويه؟ أبو بدر رحمة الله عليه شو طلع بيده يساويه؟ عدوني بسعركم. لا ما حدا بسعر حدا، وكل عنزة معلقة من كر عيبة. أبو بدر مات تطقيق على قد ما حكيت عليه أنت والجيران، وهلأ جاية بدك تحنحن علينا؟ لا أخي ما بدنا هالحنية، روح حنحن على غيرنا. تفضل. خاطرك. الله يسامحك يا بدرية. الله يسامحك. العشق لو يسمع صافٍ دموع الغرام.